إذا بهذه المناسبة العالمية لحقوق الأطفال، فقد حسن صالح تقريرا سلط فيه الضوء على حياة اليومية للأطفال المشردين. أطفال الشوارع كما يسميهم العامة فرضت لهم قساوة العيش وإهمال الأسر وغياب الفصائل التي تأويهم النزول إلى الشوارع واستخدام النصب والاحتيال في كسب عيشهم وتدابير أحوالهم. لم يكن ذنبهم سوى أنهم ولدوا في بيئة غير صالحة، بيئة تفتقر للتوجيه والاهتمام، أو فقدوا أما أو أبا يعيلهم ويهتم لأمرهم. يقضون حياتهم تحت حر الشمس في التوغل بين الأسواق، لا هدف يعيشون لأجله ولا عطف ولا حنان يتمتعون به، في حين أن أقرانهم من الأطفال يعيشون في طرف ورخاء يتمتعون بالحضانة الأسرية والعناية الاجتماعية. شكرا لكم. في يمرك في بيت وايدين دولة الوايدين من السكر ده أول من إدكاسيون كل كي تجدين على السكر يال السكر دولة جايدين في بيت ما أرض لهم يجوش شفت أسي ومن أبو يال اليوم أي ولد يمر بفوتي تجدين في أقول من سفين ولا جارين يمت بوش وبرز اليوم كان مالي جرا يمشي سيرك وكان سيرك ده سيرك يمشي سيرك وكان من بيت مالي جرا سيرك ده يمر برا. الطفل طفل مهما يكن يحتاج للعناية والاهتمام، كما أنه له الحق في العيش وواجب المجتمع ككل أسرة وحكومة العناية بالطفل وعدم تركه للطبيعة ليكون دمية تحركه الأهواء والغرائز ويضيع بين احتساء الكهول وإدمان المخدر. أول من جمان ده يال جدوك ميشي كده يمشي يجري وأصدا من فنومان بيغ لنا من مونداليسيون ده بيغ لنا ده يال كتبك بيغ لنا بانجي ده بس من دلنكان ده يال جدو جايدين في السوق لولو في السوق يشولي شوق على ناس من السوق ويأكل وإندوم وايدين إندوم باران جايدين ولا من أكل ده من بيت ده يالكو وما يدور وشكرا لك أي سيفيس منيشي الفرنسي وراد ده بس فوق ماشي فوقه. وبين ضياع هؤلاء الأطفال تبقى الحكومة والمنظمات الإنسانية هي الجهات المخولة بعناية هؤلاء الأطفال وتوفير ما يليق بهم من مؤسسات علمية وورش مهنية وحرف تمكنهم من سد رمقهم وإرواء عطشهم، لأن الشارع لم يعد مناسبا لهم. في ذات الشأن فقد عد زميل خليل حسن صالح تقريرا حول الطفل أنبدو الذي هو أحد أبناء الشوارع ولكنه احترف في مهنة الخياطة وابتعد عن عالم المخدرات والكحول. أنبدو واحد ممن تقاسموا مع أطفال الشوارع حياتهم اليومية، حيث كانوا يفترشون الأرض ويتغطون بالسماء ويقتاتون من فتاة الخبز وفضلات الطعام، مما أجبرهم على التلاحم مع تعاطي المخدرات والمسكرات. ذاقوا مرارة الحياة وقساوة العيش. هكذا كانت حياة أنبدو منذ أن كان في العاشرة من عمره، لكنه الآن كغيره من الشباب يحترف الخياطة ويتخلى عن ماضيه المأساوي، يرتاد السوق بشكل يومي ولكن هذه المرة كخياط وليس كمتشرد، مؤسسا بذلك أسرة خاصة به بسوق مرسال. أنبدو كان ضحية للعنف وضنك العيش والفاقة وعدم التوجيه والتربية السليمة. أنا سريك أبو صنعي أنا ثلاثة عليك
يعني أبا ما تقول لي أباني أبانا يلا صلى الله يلا في البيت دمر سواء شو ما يلين مر سري بس قبل ما كرباني في جيب يا هي بيبو قال أنا ما أقول لك عند كل أنا ما كرب في جاسم في جيب الناس ورا أنا ما أقول لك ورا أنا غني سري يا أبا أنا لو نار في مير لنا مير جابر أنا قبل جيب أنا كل أنا ما أجي أنا ما أقول لكنه اليوم وجد ضالته حيث التقى مع مادي تاميا تانغار الذي يعتبره موجها ومساعدا في مواجهة الحياة اليومية وتعلم على يديه الخياطة وفتح له مجالا آخر للحياة. أنا ده أبو ليال ناونو بناد ما يدل ال maragu gay rug sagid hmm waydin situation nam dama chic chic waydin abba nam dol moyndum iden dol waydin ma mama ras gawi baso mon maragu waydin da keke chocolate katir ila ta kurba nadam gabl tasma alfigilba ndura ke imurga ruwa fi bakanda wa qassa umar garwa dama helule chocolate helu fata da ke fiwa من انتي نادم اساني المويه ما في كل علم الفراسك تنتي نادم في تتيني كان مالي جيتا كله في كيامة تلقى اوجو. أسرة أمبودو كانت تسكن في إتنا حيث جئنا لمقابلتها لكنها رفضت البتة الظهور أمام الكاميرا ونحن لا ندري أهو عيب أنها لم تقم بالواجب تجاه ابنها أم أنها تشعر بالحيرة والندم على ما بدر منها؟ هي تساؤلات لم نستطع الإجابة عنها ولا يبقى لنا إلا أن نقول أن الشارع لم يلد ابنا وإنما إهمال الأسر وعدم قيامهم بالواجب نحو رعاية الأبناء وتربيتهم هو ما أدى إلى ضياع وتشريد هؤلاء وتدمير مستقبلهم. نبقى في ذات السياق حول حقوق الأطفال حيث احتفل برنامج حماية الأطفال بتعاون مع مركز الأيتام بالدائرة الثامنة بهذه المناسبة تحت شعار دعوا الأطفال يقررون بأنفسهم وسط حضور كبير من قبل مسؤولي الجمعية والبرنامج حيث قدمت العديد من الخطابات التي تحث على الاهتمام بالأطفال هم جيل المستقبل وعلى الجميع مراعاة ظروف هؤلاء الأطفال. كما نظمت جمعية أمل الحياة الشبابية أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأطفال. تقرير حسن جدة عمر. تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الأطفال الذي يحتفى به في 20 نوفمبر من كل عام جاء هذا اليوم الثقافي من قبل أعضاء جمعية أمل الحياة الشبابية يوم ثقافي عنون بالأطفال المتسولين في تشاد ويهدف هذا اليوم إلى الاهتمام بهذه الشريحة وذلك عبر توعيتها ومعرفة الأسباب التي تجر هؤلاء الأطفال إلى التسول وكذا المشاكل والصعوبات التي يواجهونها ووضع حد لظاهرة التسول في تشاد. أنا على مجتمعنا ديني فيتي جورني كولتورال هنا أسوسياسيون الاسم إسبور دو في و إسبور دو في ده يعني أسسنا ل نوليتي من مشاكل الاجتماعية والصحية والاقتصادية في تشاد. اليوم تم هنا جورني هاجينا ده الأطفال المتشردين في تشات. إن جمعية أمل الحياة كيان شبابي حصلت على تصريحها رسميا عام 2016 تحت الرقم 5012 وتضم 15 عضوا ومستشارين. إذن بهذا التقرير